على الحياة فام نحكيو ومعانا يطول الحديث نحكي ومعانا يطول الحديث وبرشا مشاغبين لهنا في البلاتو. بالله باش نعمل خلي فارغ قلوبهم قبل سيدنا رمضان هكا ولا رنوش ش عندك ما تحكي تغمس فيه نجنش وصلت المعلومة باهي عديني محمد القصرة الحمد لله الناس الكل تعدي في الناس والتنبير عليك انت عمل متشايك الى حد ما دوك نذكروا السادة المستمعين تحكوا بينا اليوم موضوع حصتنا نحكيه على الوضعية الاجتماعية للمعينات المنزلية. ثم تنجموا تتفاعلوا معنا مرحبا بكافة مكالماتكم الهاتفية تنجموا تكلمونا على 77-288-307 وإلا على 77-288-322. يقولنا السيد المخرج دونك المايسترو راهو معنا اليوم توا توت سويت مكالمة هاتفية نستقبلوها مع بعضنا. ألو عسلامة المكالمة الهاتفية تقول لكم السلام عليكم وسي مهران معاك. اهلا وسهلا سي مهران شنو احوالك يا سيدي لاباس؟ عايش كلامك صحتك بخير مرحبا الحمد لله انتم صبا الحمد لله والشكر لله ربي يبارك لك سلطانة القانون صبا مرحبا بك شرفنا بحضورك كالعادة ان شاء الله يكون مداخلك كالعادة مميزة اكيد يعيشك ربي يبارك لك وترحب بك الجامعة شباب المستقبل مرحبا بك سي مهران اهلا سي مهران لبس عليك يعيشك ربي يبارك لكم مهران مهران وخايكم اهلا وسهلا ربي يبارك لكم الكل كالعاده موضوع اكيد شيق وممتع ومهم مدام في دكتورتنا الجميله وسلطانه القانون وشباب المستقبل هو عنوان صغير المعينات المنزليه تتفق. لكن ما وراءه كبير اكيد اكيد بهي نحب نقول اللي في قلبي على هالموضوع خاطر من اللي سمعته حركوا فيه برشا حاجات. بالنسبة لموضوع التيتر مش نحكي عن التيتر. اي. التيتر المعينات المنزلية. هذا موضوع بسيط الناس تشوفوا انها الناس تسترزق منه او من وراء قسم. خاطر فما ناس برشا 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 ناس يسترزقوا منه. لكن للأسف مدام اليوم اصبحنا بعنوان المعينات المنزلية. اصبحنا نمشيو في دور دعارة وأصبحنا برشا مواضيع باش نحكي باللغة العامية حتى يمكن المستمعين يفهموني أي. اليوم على أساس معينة منزلية تمشي على أساس باش تنظف تمشي تدخل في حاجات غير التنظيف وأصبح التجارة في إطار القانون للأسف الشديد كيفاش كيفاش التجارة في إطار القانون؟ جست تفسر أكيد. 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 أي. اليوم فما برشا سيتات في الفيسبوك وفما برشا شركات للأسف أي. وللأسف إنهم معروفين ويسمعوا فيهم الناس الكل وعلى عينين المسؤولين والدولة والناس الكل على أساس إنه يطلب معينة منزلية أي. إنها باش تنظف له ولا باش تعمل له ولا باش تعاون مرته يقع استغلالها حاجة أخرى لا مش يقع استغلالها الموضوع ثاني التيتر هو معينة منزلية لكن الموضوع ثاني دونك لهنا متغطين بناس زواولة قاعدين يسترزقوا واضح راهو انت كي تبعث لي انسان على اساس معينة منزلية وتجيني سامحني في الكلمة اونتر بارونتيز لابسة بمليون ذهب منين جات هذه معينة منزلية انا نحب نقرب باش الناس تفهم كلامي خاطر فما شركات يخدموا تحت اطار هذا العنوان برشا شركات وللاسف انهم ظاهرين عارف في الريزو سيسيو والى اخره على اساس انها معينه منزليه واللي في الخفاء الله اعلم به هذه نقطه اثنين الشركات هذوما شنو هو القانون اللي يحميهم انا لهنا سؤالي موجه الى سلطانه القانون شنية الرخصة اللي قاعدين يخدموا بها انت شنية صفتك قاعد تبعث في العباد باش تخدم وريني خليني نفهم انا كمواطن خاطر انا كمواطن وقت نطلب معينة منزلية ما نلقاش حتى صفة حتى كي نطلب تقول لي شنو يا مسيو انت ماك طالب معينة منزلية تو تجيك ايوه ومن بعد ما نلقاش معينة منزلية نلقى معينة اخرى نحب ديما نقرب وسامحوني في الكلام ربي يبارك لك. لا واضح واضح الكلام. خاطر الموضوع برشا مهم برشا. النقطة الثالثة اللي هي المهمة. ثم ناس زواولة مساكن
اليوم وقت اللي تمشي هي على أساس إنها بالحق معينة منزلية وباللي قاعد يصير يصير عليها التحرش ويصير عليها غيره وغيره 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 مشي في باله اللي مشيت له شريها بفلوس. دونك لهنا الشركات هذية فما زوز حاجات، هلكت فئة معينة مستحقة إنها باش تخدم، وهلكت فئة أخرى إنها تخدم بتيتر مغطي. بالله أنا حديثي للمسؤولين، أنتم كي تعطيوا رخصة بأنا صيفة، أسكو هذه قاعدة تخلص في الدولة؟ أسكو هذه عندها صيفة بالحق موجودة عندها طامبون من الدولة؟ راهو اليوم يا مدام غير غير هالتيتر هذا ثم برشا شركات قاعدة تخدم بصيفة والمنتوج نتاعها صفة أخرى. الخدمات بتو حاجة أخرى. من الخدمات نقولوا أحنا. يمكن أنا ما نعرفش نوصل معلومة لكن أنتم لا واضح واضح. واضح. يمكن الخدمات أخرى. وقتاش باش نفيقوا. دونك أنا اللي استفزني المعينات المنزلية. أنا معاهم ثم ناس قاعدين يخدموا يسترزقوا من وراء هذا العنوان. اليوم مسخوهم. اليوم مسكينه امراه تخدم يعلم بها الله تخدم على صغارها وتخدم على رجلها وتخدم على كذا على اساس انها معينه منزليه وتخدم وماهوش عار. ايه اكيد تصبح هي مستغله على اساس هذوما، خاطر علاش الشركات هذوما حطوا في بال الناس ان المعينه المنزليه راهي عندها بخلاف انها تقضي وتسيق راهي عندها خدمات اخرى. وهذا عيب يا مدى. وسامحني على انفعالي خاطر هذا موضوع برشا مهم ومس. اكيد. وشكرا لتحت الفرصه فهمت سؤالي ترتفع. لا لا يعطيك الصحه. دونك واضح الفكره واضحه وصلت. يعطيك الصحه على تدخلك كالعاده دونك سي مهران. دونك ديما يعطينا الاضافه في 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 دو لا ماتيير معناها باش نلقاو ايفيكتيفمون معناها نقاط بتخ مش تغيب علينا امام ساعات نحن يصعب طرحها ولكن الناس تعرف والناس فاهمه وتتعايش جوستومون مع الحالات هذوما كل يوم. هنا نحب نعطي اجابه بسيطه للناس اللي تسمع فينا باش ما تعقدش الوضعيه. هو سال على الشركه هذيا اللي تقوم بتشغيل الاشخاص سواء كمعينات منزليات او كحراسه ولا عوانها. يتسموا شركات المناوله. هي شركات هذوما برزوا منذ مده نظمهم الفصول 28 29 30 من مجالات الشغل في تونس. الدور الاساسي نتاعهم التوسط للتشغيل في نشاط معين كالتنظيف او الحراسه او غيرها. تهدف الجمع ما بين الباحث عن عن شغل شخص قاعد يلوج على الخدمه والمؤجرين اللي يحبوا شكون يخدم عندهم. لكن النقطه اللي اثارها سي مهران واللي هو الحياد عن القانون هذا. خرجنا بالشركه هذه من القانون المؤطر ليها هي نورمال مون شركات عندها رخصه خاضعه لمجله الشغل يلزم تكون مقرها موجود خاضعه لكراس شروط تكون مقرها معلوم وتكون خدماتها معلومه وتدفع في ضريبه للدوله. لكن انتشرت كيما انتشار الفقاقيه ولينا نحكيوا على شركات خارج الاطر القانونيه تقوم بالاستغلالات اللي قالها. وذاك علاش نلقاو الاتحاد العام التونسي للشغل دائما هالموضوع هذا من المواضيع الحارقه والملفات اللي موضوعه على الطاوله للنقاش وللتصدي. وهذاك علاش نلقاو وزاره المراه والاسره والطفوله وكبار السن السيده الوزيره اتخذت اجراءات مع وزاره التشغيل لايجاد عقد شغل يحترم ويضمن كرامة النساء العاملات في العمل المنزلي. effectivement و و و ومش نزيد نأكد على كلامك. دونك فما معناها بيان هبط يقول اللي أمضت بريتو وزارة الأسرة أمضى أمضت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن السيدة أمال بالحاج موسى والشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي والتكوين المهني والتشغيل السيد نصر يوم 21 فيفري على أنموذج عقد عمل لسنة 2023 العقد المنزلي واتفاقية شراكة من أجل حسن تنفيذ القانون عدد 37 المؤرخ في 16 جويلية 2023.
2021 والمتعلق بتنظيم العمل المنزلي. شكرا. هذه هي المعلومة الجديدة اللي حبينا نعطيوها. راهو في إطار التصدي والمجابهة الاستغلال الغير منظم والغير مقنن واللي يخترق القوانين لهذه الفئة الهشة واللي هي في حالة استضعاف، تم الاتفاق حول وضع عقد شغل مش يكون فيه بالعربي بيرو الشغل، مش يكون طرف فيه، صحيح، لضمان حقوق الناس هذه. فوالا افكتيفمون، يعطيك الصح. دونك انتم اللي تنجموا تتفاعلوا معنا في الموضوع، نعرفوا اللي هو الموضوع يمسنا الكلنا من كبيرنا ومن صغيرنا، موضوع اجتماعي بحت. نجموا تكلمونا على 77-288-307 وإلا على 77-288-322. قلنا سيد المخرج معنا مكالمة هاتفين، استقبلوها مع بعضنا. ألو، على السلامة. أهلا أخت سونيا، شنحويلك؟ أهلا وسهلا مدام خلود، شنحويلك؟ إن شاء الله بنك مبروك مسبقا. أعيشك علينا وعليك، إن شاء الله ينعاد علينا يا ربي بالصحة ويجينا بالخير وبالسلامة. آمين آمين. مرحبا بك يا للا، تحب تتفاعل معنا في موضوعنا اليوم؟ أي تكوني كل ما يجي موضوع كل ما يبدأ التفاعل متاعي يزيد. مرحبا يا للا. موضوع العاملات اللي يخدموا في المنازل راهو ما عندهمش حقوق. سامحوني في هالكلمة. يعني جهدهم يمشي وفيه ومعناتها وبعد سامحني عبارة يخدموا تحت الحيط، هذا وفسرها بشنية. يعني سامحوني في هالكلمة، عبارة عبد يخدم في مرمى عامل يومي ويخلص الجرناطة، هذيك هي المعينة المنزلية. أول حاجة مع الأسف كنا نذكروا احنا تو احنا كي نحكيوا على السيد الوزير انه باش نطرح عليها حاجه وان شاء الله تجاوبني. كنت اسمع فيا احنا نذكر وقتها كنا يعني يخدموا في المنازل. في المنازل يعني عندهم حق في الصبان وفي الترسيم. اي ديجا نذكروا القانون هذا. هل ثم تفاعل في القانون؟ اي احنا كنا نحكيوا احنا ديجا تنفيذا للقانون للقوانين المنظمة، وهو القانون عدد 32 لسنة 2002 اللي يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. أنا قاعدة نسأل به أختي. باش نجاوبك. يعني دي سامحني في الكلمة، يعني المشرفين عن سيزمة في يخدموا في المنازل. أنا نسأل يعني اللي أنت مثلا عندك شكون تخدم عندك. هل هي مترسمة؟ هل هي تاخذ حقوق اجتماعية ككل؟ هي نوع اللي قاعد يصير كما قلت انت مدام، ماهوش الناس قاعده تحترم وتطبق في القانون هذايا نتاع اللي شخص يلقى حقه ويلقى صبانه ويلقى اللي ضامنه له القانون. اوكي مدام. لكن اخيرا في فيفري تم امضاء بين السيده وزيره المراه والسيد وزير التشغيل والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية، تفاهموا ثلاثة وخرجوا وثيقة اسمها عقد تشغيل نتاع العمل عملة المنازل. لكن باش نقول لك حاجة، راهو ثم بنات 17 سنة و 16 سنة و 18 سنة يخدموا في المنازل هذوما ويتعديوا على أسوأ المعاملات. هذاك يدخلوا في تشغيل الأطفال اللي هو ممنوع قانونا. أنا باش نسأل سؤال هون، هل سامحوني في هالكلمة، احنا لو نحكيو على القوانين ونطبقوا وزارة المرأة، هل في بالها كي يعني قداش من امرأة وقداش من طفلة قاعدة تتعرض في العنف وهي تخدم في المنازل هذوما؟ أنا عندي واحدة سامحوني في هالكلمة يعني وصلت تاكل في الكوجينة في طنجرة في قاعة طنجرة. يعني هل وزارة المرأة في بالها بالسوء المعامله اللي قاعدين يتعرضوا فيها البنات هذوما؟ وسامحوني في الكلمه، شكون البنات باش تسترجي باش تشكي بالشخص هذاك؟ يا اما عائلتها ما يخلوهاش والا تخافي على روحها. صحيت به. احنا لهنا نحب نقولوا حاجه، احنا بعد قانون العنف ضد المراه اللي صدر في 2017 ما عادش عندنا مراه في تونس تقول ما نجمش ناخذ حقي. راهو حقها تاخذه، خاصة اللي هو يشمل الاستغلال. باش نسألك حاجة سامحني كان تفسير تفضل. هل أنت تو احنا كي حكينا على القانون نتاع 21 فيفري 2023 هل التوانسة باش يطبقوه؟ يلزمهم يطبقوه، هاو علاش؟ مادامش نسألك سؤال، أنت تعديت دخلت الجران سيرفاس مثلا ولا جارتك حتى مقابلة ولا حاجة، ريت سوء معاملة نتاع صغير ولا نتاع امرأة؟ مهما كانت.
انت كي تمشي تشعر كان صغير تشعر اقرب مندوب حماية طفولة ليك وتكون هويتك محمية راه هذه اللي نحب ليه من خلالك انت نوصله للناس الكل. راك تتصل على صغير معرض للعنف مهما كان راي هويتك. لكن اختي 18 99 سامحوني كان تصيت عليكم البارح حطيت موعد جربت باش نطلب راهو ساعات ما يتعداش كومبليت نعرف احنا في بيننا 18 99 24 على 24. ايجا نقول احنا حتى كان عندنا عطب هاني عطيتك اسهل حاجه تنجم تطلب التليكوم تقولها اعطيني رقم مندوب حمايه طفول اسهل حاجه تو يعطيه لك ويبدا متوفر. تشعر على الوضعيه اللي راتها عينك وتقول راني ما نحبش نقول اسمي وحتى حد ما يقول لك ما يطالبك بهويتك تكون محميه تقول ما نحبش ندخل في مشاكل اما راني ريت حاجه خايب. هذا فيما يخص الصغار اطفال دون 18 سنه خبر باش احنا باش الناس تتحرك باش مندوب حمايه الطفوله في الجمهوريه الكل يتحرك خاطر مش شمس. واذا اكبر من 18 سنه ما يسالش حاول مره واثنين على رقم الوزاره راك تتحصل ما تحصلتش اليوم العشية تتحصل غدوه الصباح. اختي اخر سؤال باش نسالك تفضل محليك من الكل نشكركم اللي جاوبوا فيا عندي سؤال العوامه ذوما الرقم القياسي اللي قاعد يتسجل بالاطفال بين البنات اللي عمرهم 17 سنه 16 سنه و 18 سنه قاعد يرتفع. هل العائلات يعني الشخص يقدم بنته قاسر كم عقوبات قانونيه بطبيعه والعائله والطفله ما تنجمش تشكي ما تنجمش تعمل حتى ديكلاراسيون لخاطر يخوف من عائلتها وخوف من السيده اللي تخدم عنده. سامحوني كان خفيت عليك بنت 16 سنه يعني كنت تحصل المعون وتنظف وتعمل بروميناج وحارسين عليها طريقه غير معامله سيئه وتوصل سامحوني فيها الكلمه تتعرض الاختصاص من تخدم عنده. هل وين القانون اللي يحكي عنه؟ ها مش نقول لك لا هو القانون موجود اما ديما نقول رانا كي نتحركوا احنا نحسوا احنا الكل كمجتمع بالمسؤوليه رانا كي نتحركوا راك انت باش تتحرك باش تعمل اشعار سامبل سينيال كيما نطلبوا الحمايه المدنيه نقولوا لهم راه فما حريقه مش نحن مشينا طفينا طلبنا الحمايه المدنيه راهو تدخلها مش يكون وقتها ناجع. احنا علاش ولينا نحكيوا على التصاعد اللي قلت عليه انت في العدد نتاع الاستغلال خاطر الناس ولات تخبر خاطر الناس ولات تقول خاطر الناس ولات تتحرك خاطر ما عادش نسكتوا خاطر ولينا كي نراو نحبوا نقولوا. في ذلك مادام اللي تحكي فيه انت نعطيك حاجه استخدام طفل في انشطه استغلاله اقتصاديا مهما كانت الصوره او جنسيا بمناسبه تشغيله خاطر مشى يخدم كما قلت انت بنايه صغيره مشات تخدم هي لكن تم استغلالها اقتصاديا ما خلصتش ولا او جنسيا راهي تتسمى تجاره بشر راهي عقوبتها عاليه برشا. اخر سؤال اختي سامحوني كان طولت باش نحكي على كبار السن كبار السن اللي عمرهم بين 60 سنه و 70 سنه يخدموا في المنازل هذوما وولادهم فرضين عليهم باش يخدموا في المنازل هذوما ولا يصير لهم تهديد ولا يحطوهم في دار العجز يعني الكبار هذوما ما ينجموش يخدموا في دار المسنين. هل ثم قانون يحميهم زادة؟ اكيد اكيد عندنا القانون عدد 37 لسنه 2021 يحميهم ويمنع راهو ممنوع تشغيل شخص عنده تقاعد او وصل لسن نتاع تقاعد يمنع وراهو فيها حبس وفيها خطيه وتنقول لك قداش حبس قداش خطيه في الفقره نتاع القانون. دونك ان شاء الله نكونوا جاوبنا على الاسئله نتاعك مدام خلود. عندك سؤال اخر؟ مرحبا. بالله عندي سؤال اخر سامحوني. تفضل. عندي سؤال الطفله يعني اللي باش تبلغ اللي عمرها 15 سنه وتخاف تبلغ لا تلقى روحها في الشارع. وفيش لازم توفر لها وزارة المرأة الإحاطة الاجتماعية والنفسية. باهي احنا وزارة المرأة توفر أولا مش تلقى روحها في الشارع، أولا الساعة مش تتحط في مركز للرعاية، ما تتقاش روحها في الشارع، الساعة ذايا واحد مش تحط في مركز للإيواء، اثنين مش نشوفوا شنية الوضعية الساعة العائلية ونشوفوا وتم درس أنكيت كاملة تتعمل عليها، أما باش الطفلة هذيك تضيع لا راهي ما تضيعش، ويتم توفير رعاية نفسية لها باش نتنجم نحاولوا نتجاوزوا معاها الآثار النفسية السيئة اللي حصلت لها.
راهي مش تلقى الرعايه. جوست تقولوا يا ناس خبروا، اعملوا هاك المجهود اللي انت حكيت عليه مدى، خبر مثال شقول راني انا في البلاصه الفلانيه في البقعه الفلانيه ريت بنيه ولا مراه راهي تتعرض لكذا وكذا. اختي سامحني كيبدو في المنازل، بلي سامحوني كان طولت خاطر شي موضوع مهم عندي. كيبداو في المنازل يعني هي والعائله اكهو كيفاش باش تخبر؟ كيفاش باش تعلن؟ زين نحب نعرف. لازم تلقى يا خويا حتى تمشي للعطار للجزار سوبريت تعرضك انت تعرضني انا بربي نحب نقول تمشي لاقرب مركز امني. جاره اقرب مركز امني له حرس ولا شرط قول لهم راني انا في الدار الفلانيه وصار لي صار. لكن تخاف من العائله كي تبدا العائله سامحوني ساكن عندها نفوذ. حتى ولو عندها نفوذ لهنا راهو لا احد فوق القانون خاصه تو. توا مع القوانين هذه مع الناس الكل قاعده تخدم تعمل مجهودها لا احد فوق القانون رم يحميه راهو يتم حملها وحمايتها. نحميه النساء المعنفات في مراكز معده للنساء المعنفات يتم حمايتها وذية من الوزار. يا مدام ما تخافش يلزمنا ما نخافوش نحيو الخوف باش نجموا نعملوا دوله قانون. على اي تجاوز نشوفوه يعطيكم الصحه وزاره المراه على الخدمة اللي تخدموا فيها وربي يفضلك. مرحبا بك مدام خلود، كان شرف لينا كون نجاوبوك على الأسئلة نتاعك على خاطر أسئلتهم أسألك كل المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا. دوك مرحبا مرة أخرى بكيف تفاعلاتكم في موضوعنا اللي نذكر به اللي هو وضعية الاجتماعية للمعينات المنزلية. نجموا تكلمونا على 77-288-307 وإلا على 77-288-322. نمشي توا بتاتخ مع السيد المخرج المايسترو قولي وقاية نتاع فقرتنا عجيب وغرايب مع رنيم الخماري. عجيب وغرايب عجيب وغرايب اليوم قريبة شوية من موضوعنا. تصويرة اليوم تلخص حياة برشا نساء في الدار، هي كاريكاتور متاع مرأة قاعدة هكية فوق غصن شجرة وحاطة صغارها ثلاثة قدامها وشادة لافتة فيها كلمة وظيفة. باش نسهل عليكم المعنى ولا المعاني اللي تتلخص من التصويرة، المرأة تحكي على المرأة المعيلة، يعني المرأة اللي تخدم في دارها مش تخدم في الديار، تخدم في دار اللي هي ربة البيت واللي سميتها أنا المرأة الامرأة المعيلة. هي وظيفة مش معنيها قاعدة في الدار يعني بطالة. الإعالة وظيفة صعيبة برشا وتستحق برشا جهد وبرشا تعب بين الصغار والدار والقضية والزوج وتلبية حاجيتهم. هذا الكل يعملوا إنسانة كهو ونفس النهار يتعاود كل يوم حاجة تفدد، لكن رغم ذي الكل لا تكل مسكينة ولا تمل، الكلمة نقولوها لا تكل ولا تمل. وبالحق مجهود محترم تقوم به أمهاتنا باش يوصلوا يربيونا ويكبرونا ويحذرونا للمستقبل. رغم أنه المرأة كائن حساس وضعيف ساعات، إلا هي ديما إلا أنه وقت تستحق المواقف أنه ترى القوة تتصنع حتى في عز الضعف. كلنا نشهد بالشيء هذي وأكبر مثال عنا هما أمهاتنا. أنا اخترت التصوير هذي اليوم للتذكير بقول الرسول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، أي الإنسان يقوم عليها بالخير قياما فيحسن عشرتها ومخالطتها وينفق عليها بالمعروف ويغفر لها الزلة والخطأ ويتجاوز ويعفو. ما أجمل العفو، ما أحلى كيف يبدأ الزوج متفهم ويعاون ويقف سند المرت رغم كل الضغوطات، وراء كل امرأة عظيمة رجل عظيم والعكس بالعكس. اليد في اليد تعب الكل يهون، ما نخليوش المسؤولية عندها هي كهوى ورفقا بالنساء. حبيت الكلمة الأخرانية اللي حبيت نقولها، برافو لكل امرأة قاعدة في الدار وترعى في صغارها ورجلها، تقدم لهم في تقدم لهم في روحها غير هما ما هماش يعني تقدم لهم في صحتها على طبق من ذهب. صحيح، وتربي في صغارها ما هيش حاجة سهلة، ومش كل أم تنجم بتنجم تكون معيلة أكيد بطريقة سليمة. الأم حاجة عظيمة، هي المدرسة، هي نصف الدين، وهي التي تحت أقدامها الجنة. ربي يفضل لنا أمهاتنا. آمين يا ربي. دوك هذه هي فقرتنا عجيب وغريب مع رنيم الخماري. عجيب وغريب عجيب وغريب اش قالكم في عجيب وغرايب نتاع رنيم اليوم؟ جميلة.
معناها يلزمها ديما تاخذ جمعه هكا كونجي تجيب لنا حاجه تحفه هكا ها كيف هي تعبك دونك رنيم يعطيك الصحه على الكونتوني نتاع فقرتنا عجيب وغرايب ايفيكتيفمون اليوم وقت اللي نحكيو على نساء وبلادي راهم نساء ونصف بالنسبه للرب تبيد ديجا صحيح اللي هي تعبه في الدار تقوم بواجباتها على اكمل وجه تحب ديما تحس روحها اللي هي الام المثاليه اللي هي دارها ما ينقصها شيء صغيراتها كيف كيف اتسيتيرا زيدا رنيم مازمناش ننساو المراه اللي معاها هذه الكل وعندها وظيفه وخاصه كي تكون وظيفه قياديه في البلاد راهو ناس تاخذ في مسؤوليات وتاخذ في قرارات اللي هو القرارات هذيك تنجم تكون مصيريه لبرشا عباد وراها وملغري سا تقوم بواجبها زيدا في البيت بتاعها ومع صغيراتها ومع زوجها دونك ان شاء الله ربي يفضل لنا امهاتنا ويفضل لنا نساء تونس الكل صحيح في 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 جمله قلت لي المراه ضعيفه باحاسيسها ومشاعرها مش في كل الاحوال ولكن بالعكس ساعات هي مشاعرها واحاسيسها هو هي تسند منهم القوه على خاطر الامومه بالنسبه لي هي حاجه مقدسه لا سبيل اليه باش تمسها في الامومه نتاعها لا سبيل اليه باش تمسها في الانوثه نتاعها دونك تقعد ديما المراه قويه باش بكر الرجال معناها يعني نحن ساعات نقول لك المراه رجوليه معناها اللي تكافح وتكادح في نهار كامل وتحاول تصنع من الضعف قوة دونك ان تري غون ميرسي دونك شابو با لكل امراه اليوم موجوده على وجه هذا الارض اللي هي تكافح وقاعده تجاهد لكسب لقمه العيش بالحلال ولتربيه اجيال اللي هما بدورهم باش يكونوا مواطنين صالحين للبلاد اللي هما ينتميوا ليها نجنش اليوم نحنا نظرتنا افكتيفمون للمعينات المنزليه شفنا نظرتنا للتعب اللي يقوموا به للجهد اللي نجموا يكرسوه في سبيل لقمه العيش ولكن نحنا اليوم اجتماعيا دونك نظرتنا للمعينات المنزليه اجتماعيا بغض النظر على عواقب الوخيمه اللي تنجم تلقاها في الخدمه نتاعها تنجم كيف ما كنا نحكيو تنجم تتعرض للتنمر تنجم تتعرض للعنف للاستغلال الاستغلال المادي الاستغلال الاقتصادي الاستغلال الجنسي اتسيتيرا ولكن اليوم نحن اجتماعي كصورة اجتماعية هل يتم تقبلها بطريقة سلسة ام يقع تصنيفها او اعطاء معناها اتيكيت عليها معناها ملاصقة من الملاصقات اللي هي تكون معناها في الترتيب بتاعنا هي لطف عليها وسمحوني في الكلمة هي في ادنى المراتب بي انا لهنا نحب نحكي على حاجتين فينا احنا كمجتمع فينا نسبه من المجتمع ذايا اللي هما بالحق يعرفوا يقيموا الانسان بناء على قيمته في الدنيا هذيا يقول لك خدمه النهار ما فيها عار أيوة. تخدم بعرق جبينها خاطر الحرام ما فماش ما اسهل منه أوه. وطريق الحرام ما فماش ما 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 اكثر بساطه والناس الكل تمهده لك اما طريق الحلال هو الصعيب هو اللي فيه جهد هو اللي فيه بحث هو اللي فيه تعب هو اللي فيه شقاء هو اللي فيه بين قوسين التمرميد اللي هي كي تجي تحكي معها تقول لك على خاطر صغاري ولا على خاطر عيلتي ولا على خاطر بابا وامي ولا على خاطر روحي مانيش مرمده انا ناكل فيه خبزتي بعرق جبيني كديميني تعبي بشقايا نخدم شقي ولا مرتاح هذا واحد اثنين عندنا فئه اخرى من المجتمع واللي هما فئه كثيره وكبيره اللي هما عندهم نوع من الاعاقه سامحوني في الكلمه عندهم اعاقه في الكلاسمون نتاع العباد اللي هما يرتبوا الناس حسب اعاقتهم هما حسب مخاخهم هما اللي ما تعرفش تعطي قيمة للعمل اللي راهو العمل هو فخرة هو بوست ولا هو بلاصة ولا هو مكان ولا هو مهن معينة وفما مهن أخرى محقرة مهن عملة المنازل المناصفات اللي يخدموا في البلدية في الشوارع رجال عمال النظافة اللي يهزوا في حشاكم في الزبالة الناس هذوكم وغيرهم يحطوهم في الترتيب الأدنى اللي يخزروا لهم بدونية سامحوني في الكلمة ولا يقولوا لهم كلمة تجرحهم ولا يعطيهم توصيف يجرحهم أو يذرهم ويمس الحكاية هذه ما تقفش عندهم هو وركرة تمس حتى عائلاتهم يمسوا صغارهم يمسوا حتى نهار آخر ساعات تجي مش ترتبط ولا مش يرتبط كيفاش هذيك أمه كانت تخدم في الديار ولا هذيك
امه كانت كذا، يولي ويفتي وحتى في العلاقات الانسانيه. اي هاك لي امه هذيك تخدم في الديار، خرجت طبيب ومهندس واستاذ ومعلم وغيرها، خدمت بشرفها. او زيدا رينا ناس اللي صحيح ياخذوه، يعني يتم الارتباط نتاع الطفله ولا الطفل على خاطر البوست، على خاطر الخدمه، لكن في اول مناوشه يتم اللجوء للتعيير، ما هي امك كانت تخدمه. صحيح. دونك الناس هذوما اللي يعانيو ديما نعاودها نوع من الاعاق، ما يعرفوش يقيموا العباد. ربي رب العزه فوق سبع سماوات ما حقرش حتى عمل، ماشيش قال لك العمل في العقليه، اعاقه في العقليه وفي الكلاسمو اللي عاملينه اللي يعكس برشا عقد نفسيه. نحب نقول حاجه برك، راهو العبد يعتز باللي يعمل فيه، يعتز بوالديه مهما كانت خدمتهم راهي شرف، مهما كان عملهم راهو شرف. الفئة الثالثة اللي أنا ما نحبهاش واللي حكي عليها محمد بكري، اللي يبدأ هو راقد ويبعث مرته ولا أمه ولا أخته هي اللي تخدم عليه باش كي تروح. راكم ما تراوش، راو كان تراوني سب العنف اللي تتعرض لها المرأة وكمية العنف الجسدي اللي تتعرض لها باش يفك لها هاك لجارة اللي خذيتها 5000 راهم مروحة بها لصغيراتها باش توكلهم، يشد رجلها يعطيها طريحة هاو بالدرجة، يعطيها طريحة طريحة باش ياخذها يمشي هو، يا يقعد بها في القهوة، يا يتناول بها مشروبات كحولية، يا يتناول بها مواد مخدرة. أكيد. وبعد ما يتناول يزيد يعاود يرجع ويزيد نعاوده من الأول وجديد كي عنف، في وقت عادة ما يعتديش كان على زوجته، يعتدي حتى على صغيرات. دونك اللي جاي قدامه الكل ما شاء الله. إفكتيفمون. دونك موجودين في المجتمع ونحبوهم يتكلموا. إفكتيفمون. دونك اليوم إن طرحنا لهذا الموضوع أولا للتذكير اللي راهو وقع تنفيذ القانون جوستمون المؤرخ في 16 جويلية 2021 من خلال دونك 24 فيفري 2023 بإصدار عقد عمل، معناها بالتضامن ما بين وزارة وثلاثة وزارات، دونك وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة المرأة، ووزارة التشغيل. دونك هذا الكل لضمان حق جوستمون النساء هذوما اللي قاعدوا يعانيوا لمدة سنوات وعقود، إذا ما نقولوش سنوات، منذ عقود إفكتيفمون لهضم الحقوق نتاعهم إلى أبسط الحقوق نتاعهم. دونك أنتوما مش تنجموا تتفاعلوا معنا، تنجموا تكلمونا على 77-88-307 أو على 77-88-322. نخرجوا توت سويت استراحة موسيقية، قدوا برونشي على 93، هنبتدي ترجعينا. الشيخي الكامل ماكيش شيخي الكامل، ماكيش شيخي